في موفمنت باليو ان اطلقوه اسمه هي فور شي. هي فور شي هو الرجل يلي بيدعم المرأة. ذا هي فور ذا شي. حلو. مين كان هي فور شي بحياتك؟ بتعرفي بقدر اقول الوالد، البابا. بابا كان 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 افانغارد، كان كثير سباق. بي بعقلاته حدا كان كثير سباق. بعد لليوم احنا بال 2020 ما لقيت بي بفكر مثله. يعني بابا توفى بال 96، لما كنت بعدني بيوم المدرسه بال 88 و 89 يجي يقول لي كلام ما بعتقد اي بي بيقوله لبنته، يقول لها مش ضروري تتجوزي، كل الناس بتتجوز وبتجيب اولاد، مهم تتعلمي تشتغلي وتكوني ناجحه بشغلك، اذا كنت فنانه تكوني فنانه مستقله، ما ضروري تجيب اولاد. يعني الاولاد الخلفه اي حدا ماشي على الطريق هلا ماري بيقدر يخلف. اي بي بيقول هالشي لبنته، اي بي ما بيخاف انه بنته. يعني كان بي سائر متمرد بس مظهره من برا خجول. انا اخذت اذا بدك منه الثوره وعملت من برا فرجيت هالثوره اللي هو كان يستحي يفرجيها، بس بالادوكيشن بالتربيه كان يمرق لي اياها. وانا عندي استعداد طبعا، بدي اكون واحد عنده استعداد. يعني في اطفال قد ما انت تحطي لهم اذا هن طبعهم بخافوا يصوروا بخافوا يتمردوا شو ما عملتي ما بيطلعوا متمردين، بيطلعوا خاضعين. كارول يعني بكل حديثك واغانيك يعني انا قاعده بوجهي حاسه بال يعني بال 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 بالحريه اللي طالعه منك بالتمرد. يعني عطيتيني هول الفايبز واصلين لعندي، حتى هن مش بس يعني من خلال اغانيك بشخصيتك موجودين. يعني انت بتشبهي كل غنيه بتغنيها. صحيح. طب اليوم هالانسان اللي كل حياتها بتدعي للحريه والتمرد والقوه والاستقلاليه، انت بالاخر اخترتي انك تتزوجي وتعملي عائله، بتلاقيها انه هيدي كانت مثلا نهاية كلاسيكية لإلك أو تقليدية؟ لا لإلك ليه؟ لأنه الشعور بالأمومة لإلي كان كتير شيء مهم. كتير كنت مهم إني أشعر بأمومتي، وهذا بيختلف عند مرأة وأخرى. في عند نساء أعلى عالي، في عند نساء إنه عادي مش ضروري إنه يعني مش هالقد خسروا إذا ما جابوا أولاد. بس معظم النساء بعتقد إنه غريزة الأمومة عنا عالية، وأنا خاصة. يعني أنا حتى كنت ردي إني أتجوز من عمر قبل بكتير من هيك لو لقيت الشريك المناسب. الأمومة بحطها بمثابة شغفي للموسيقى وللفن، ما بحسها أقل أبداً. كان مهم أن يكون أم لأنا أكمل، لأنا شخصيتي تكمل. أنا من جوا ارتحت بس صرت أم. الأمومة واو. كرمال هيك أخذت هالقرار بعز شهرتك. بتعرفي كمان وجود كاركتير شخصية مثل جوزي هي شجعتني. ما رح أخفي الموضوع عنك، لما كنت عم بفكر أتجوز وليد أول شغلة فكرت قبل الحب، في ناس رح تتفاجأ، قبل الحب أنا عندي كان مهم إنه هل رح يحترم مهنتي ويتركني بحريتي قبل ما إنه شوف إذا حبني ولا حبيته. هيدي النقطة كانت عندي نمبر وان، من بعدها بتجي العاطفة والحب. لأن يعني فينا نقول أنه وليد كمان كان هي فور شي بحياتك أو أكيد. هو هي فور شي هلأ هي إيه. يعني وليد كتير، يعني أوقات أنا كتير بسافر كتير بغيب عن البيت، ولا مرة جيت حسيت إنه قاعد عم بحسبني أو إنه شو بك كتير سافرتي هالشهر أو إنه عم غبت كتير. لا ما في هالشي، لأنه كمان ما عم بقصر كتير، ما عم بقصر ببيتي، ما عم بقصر مع بنتي على قد ما بقدر أكيد.